نفذ عدد من أصحاب سيارات الأجرة الفردية والجماعية في نابل اليوم وقفة احتجاجية من مقر الولاية احتجاجا على عدم تمكينهم من رخص جديدة إلى حد الآن. نفذ اليوم سواق تاكسي الفردي والجماعي بولاية نابل وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بإسناد الرخص لأكثر من 250 سائق تاكسي لم يتم منحهم رخص رغم تعهد ولي نابل بتسوية وضعيتهم منذ شهر نوفمبر 2016. وطلب المحتجين بمناب الجهة السنوي من الرخص محملين وزارة النقل والولاية تبعات الاحتقان هذا. جينا برشا مرات وديما وعود كذبة وزيفة واحنا نطالبوا بالاسناد وما يهمناش في التطير يطهروا في وقتهم وفي ياخذوا راحتهم بالنسبه لي احنا نطالبوا بالاسناد اكثر لا. عبد المجيد الجوادي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بنابل اكد انه مساله اسناد الرخص ليست موكوله للولايه ووضح انه اسناد الرخص يتم بعد الاتفاق مع رئيس الغرفه الوطنيه للتاكسي الفردي ورئيس الغرفه الوطنيه للتاكسي الجماعي والاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه. وثم رؤساء غرف هم اللي قاعدين معطلين الدنيا كل في الجهة اللي هم وخاصة زوج رؤساء غرف وطنية اللي هم رئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الفردي ورئيس الغرفة الوطنية للتاكسي الجماعي. وأكد الجوادي أن جهة نابل لم تتمتع بنصيبها من إسناد الرخص مقارنة بجهات أخرى وطلب الاتحاد الجهوي للشغل بنابل بعقد جلسة مع وزير النقل للنظر في مسألة إسناد الرخص. تم الإعلان عن القائمة